كيف رح تكون المواجهة بين ميلاد أبو ملهب وأمل حمادي؟ فهمني شو الوضع، أنت شو عم تحكي؟ أنا قاعدة وبش قاعدة، مش عم بفهم عليك، فهمني شو خص البوتوكس؟ عم تقلي بيتك ما في فرش ليه؟ مش مدهون ليه؟ ما في عندك باب ليه؟ إذا عندك عايش شرف وبكرامة وشو شرف؟ شو شرف تتكم يعني؟ يعني شرف تتكم؟ تمام لك عمي شرف تتكم ضرب عندك ما اختلفنا، بس مش لهالدرجة، مش لهالدرجة وهالدرجة. بلا تشفير مع تمام بلاق، الأربعة 9:30 المساء على الجديد.